عسلامة محمد، عسلامة الأولاد، عسلامة كل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا عبر موجات ديوان فام، ومبروك علينا المحل الجديد يا محمد. هات نبداو اخبارنا اللي حابين ندقوا فيه اليوم ونعرفوا صحيح رقم اليوم هو 223. يعطيك الصحة. 223 هذاك ديما وين تدخل فيسبوك هكا تلقى هكا كل تكتب ستاتيو يجيك برشا سيسين يقول لك يا 223 23. واكيد الاخبار هذايا والا الرقم هذايا دار برشا، خاصة بعد التدوينة اللي نشرها عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق في أوت 2021 على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حكي فيها ضمن خلاف مع جريدة الشروق ونحيو سرحان بالمناسبة اللي اتهمها بالكذب، وقال إنه الجريدة ساهمت بقسط كبير في وجود الإعلام التونسي في المرتبة 223 عالميا من حيث صدقية الأخبار. حبينا ندقوا فيه الأخبار هذه، لقينوا إنه الأخبار قديم يا محمد، متداول تقريبا من عام 2014 عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تدوينة هبطها واحد قال أنا إعلامي ويسعدني جدا أني نساند التعليق هذا ونحمد ربي أني تقعدت من الإعلام ولست من الذين أساءوا للإعلام ولا فقط الإعلام التونسي. وتلقاو التدوينة على الفيديو اللي موجود توا على الباج فيسبوك متاعنا. ساعة هيت نبدأ بدرس جغرافيا الأولاد، قداش عنا من دولة في العالم؟ 180 محمد، في حوالي 200 هذوما اللي عندهم عضوية في في الأمم المتحدة، اللي عندهم عضوية في الأمم المتحدة. المهم احنا ما فتناش ال 200 يعني ترتيبنا. الدول الأخرى هي دولة الترجي ودولة اي هذوكم دول الدول الأخرى ترتيبنا في تونسي مو هكا ترتيبنا فات دول الأرض وتعدل دول زحل ظهر. يعني عبطي في المكة حسب الترجي والسيساس والإفريقي والإتوال في الترتيب هذا. اي وحسب هو حسب وبنزرت وحسب وحتى نحن أنا نسكن في باردو بجنب مثلا دولة حي الزهور دولة زحل إن شاء الله ما حسبش دولة الدولة الإسلامية وإن شاء الله ما حسبش الدولة ذي متاع طالبان الجديدة. متابع للأخبار هذه حبينا نشوف وحطينا في جوجل وفركسنا على ترتيب تونس من خلال مصداقية الأخبار، ما لقيناش حتى معلومة تفيد على تصنيف الدول وفق المعيار هذايا. الترتيب الوحيد العالمي اللي موجود هو للإعلام وحرية التعبير اللي يصدر بصفة سنوية عن منظمة مراسلون بلا حدود. توصلنا مع سمير بوعزيز مسؤول المناصرة لمنطقة شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود اللي أكد لنا المعلومة هذه، قال ما فما حتى تصنيف آخر غير التصنيف اللي أحكينا عليه، وقال إنه المنظمة تعتمد التصنيف هذا ل 180 دولة وتونس احتلت المرتبة 73 عالميا لحرية الصحافة سنة 2021 وهذه المعايير المعتمدة حسب محدثنا. 2021 المرتبة 73 وكانت تأخرت بمرتبة حيث كانت في 2020 و 2019 المرتبة 72 حيث تقدمت على 2018 ب 25 مرتبة كاملة، وكانت في السنوات الأولى بعد الثورة وقبل الثورة في حدود 134 مرتبتها. وأيضا الأمر الذي التهمت لتوجه إلى الصحفيين ليس لها من معنى لأن التصنيف يرضخ إلى معطيات ومؤشرات أخرى لا ترتبط بالوضعية، ترتبط بمسألة التعددية في الصحافة المرتبطة بالمؤسسات، أيضا الاستقلالية وسائل الإعلام والمناخ العام الذي يشتغل فيه الصحفيين والإطار القانوني ومسألة الشفافية والبنية التحتية وأيضا الاعتداءات التي تكون على الصحفيين في بلد أو آخر. الإشكال هوني محمد مش في التكذيب، خاطر تقريبا من اللي خرج الأخبار وقع تكذيبه عديد المرات، إلا أنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما زالوا لليوم يتداولوا في رقم هذية وما يجيكش عجب أنه عنا في الأخراج الرقمي يكدون المسألة موجودة سغماء ونحيي كل الناس فما حاجتين 223 وإعلام العارم هذوما هما أزول لهنا نحكيه على ظاهرة اجتماعية محتاجة تتحلل، خاصة أنه سرعة انتشار برشة توانسة مصدقينها تقولوا راهي كذبة يقول لك لا صحيح. لهنا سرعة انتشار الإشاعة تفوق سرعة انتشار تكذيبها وإلا سرعة انتشار الأخبار الصحيح. هذاك علاش تواصلنا مع الباحث في علم الاجتماع معاذ بن صير وكان هذا رأيه. المجتمع العربي والمجتمع التونسي على وجه التحديد هو مجتمع يعشق كل ما هو أحاديث وخرافات، وهذا موروث أو ينطبق أو يندرج في ضمن الموروث الثقافي
أو الموروث الشعبي التونسي. وهيك عليه قاعدين نشوفوا أنه أسهل ما يكون سرعة تناقل الإشاعة داخل المجتمع التونسي. لهنا نحلو بارونتيز ونحكيه على الترتيب الذي سوق للصحافة التونسية ب 223. هنا نجم نعمل تقاطع آخر نقول هذا الرقم في حد ذاته هو رقم مغلوط ورقم غلط، ويعود بالضرورة كما تحدثنا سابقا إلى طبيعة المجتمع وسرعة تناقل الأخبار الكاذبة داخل المجتمعات بين ظفرين المتخلفة على مستوى العلاقات الاجتماعية. كما أن علينا الأخذ بعين الاعتبار أن العقل البشري دائما ما يستهلك الإشاعة بطريقة سريعة. لهنا أنه العقل البشري يستهلك المعلومة الخاطئة أكثر من المعلومة السليمة. باش نخطب نقول اللي حكيناه اليوم ما ينفيش أنه القطاع فيه عديد الإخلالات، فيه خور، فيه عديد المشاكل كيما القطاعات الكل، لكن زادة يلزم اليوم مستهلك المعلومة عنده القدرة أنه يفرق ما بين الصحيح والغلط. وكان هذا خبرنا لليوم وثبت ديما به. يعطيك صحة أيمن سكوحي سرحان الشيخاوي 223 تعليقك. هو حتى بعد قلته إيمان مش يقعد وعوده فيها 223. خلينا نوضح المسألة في علاقة بعبد اللطيف المكي وما قاله حول جريدة شروق اللي قالت لي إيمان قبيلة. وإذا كان عنده مشكل مع موضوع معين أو خبر معين عليه أن يتوجه القضاء لأنه أنه يكتب تدوينة بتلك الطريقة المهينة لشخصه قبل ما تكون مهينة لوسيلة إعلامية، هذا يضرب مصداقية الشخص، وراه الشخصية السياسية إذا فقدت المصداقية متاعها يقعد عندها حتى رابط بالشعب التونسي. هذا في علاقة بعد كيف المكي. في علاقة بهذه محمد الإشكال في أنه يعني هذا الترتيب متاع 223 هي كذبة رومانسية معني يشيخ عليها المواطن خراف. يشيخ عليها المواطن اللي ما تعجبوش معلومة تتقدم في الإعلام أو ما يعجبوش طرح سياسي في الـ في الـ في الإعلام، دونك يشيخ عليها الترتيب. وعلى فكرة ال 223 وعبارة إعلام العار تذكر بدأت مع الترويكا وبدأت من أنصار النهضة وأنصار روابط حماية الثورة، واليوم يتبناوا نفس الشعار ونفس الخطاب أنصار قيس سعيد، يا إعلام العار يا اللي بيكم يا اللي عليكم يا 223 يا ودي تقولوا راي غالطة المعلومة كذبة كذبة للأسف كذبة، جيب حاجة صحيحة ومثالش قول الإعلام. هذا لا ينفي كما قلت أنت إيمان وأنه فما نقاس في المشهد الإعلامي الحالي وفما بعض الإخلالات، لكن هذا لا يعني وضع كل الأعلام وكل الإعلاميين في سلة واحدة. شوف محمد الجانب الأول يتعلق بالمخيال الشعبي التونسي اللي هو مشيخ على المعلومة هذه كتوصيف أو كتصنيف ويخليه عنه. الجانب الثاني هو المواطن التونسي بخيل بشكل كبير جدا في المستوى الفكري، يعني حتى كي يلقى الترتيب تاع 223 ما يتعبش روحه يمشي يفركس المعلومة هذه صحيحة ولا لا. ثالثا راهو ترتيب الإعلام ما عندوش علاقة كبيرة بالمصداقية متاع الإعلام بقدر ما عنده علاقة بالأطر القانونية والأطر متاع ممارسة هذه المهنة. وقت اللي تتحسن الأطر القانونية لممارسة مهنة الصحافة في تونس تأكدوا أن القطاع الإعلامي في تونس سيكون في المراتب الأولى. هذا يخلينا روزادة ما ننفيوش اللي فما نقائص في الإعلام ندركوه، لكن يعني كمعطى داخلي ما فماش أجهزة أخرى جي هي التي تقوم بعملية تطهير الإعلام كما سمعناها سنة 2012 ولا حتى سمعناها في علاقة بتنقيح المرسوم 116 اللي تم إسقاطه مؤخرا قبل أن يتجمد هذا البرلمان ويتم تعليق أشغاله. خيل عباس الملتحق حديثا بإعلام العار، شنو تعليقك؟ أنا الحقيقة معنا بعيد على الجانب السياسي، يعني كانت ثم من 2011 لليوم عملية متاع تداخل كبير ما بين الإعلام وما بين السياسي. هذه مسألة معناها الناس الكل تعرفها، وهذه مسألة موجودة معناها ظاهرة إلى آخره، والناس ولات متقلقة منها. في علم الاجتماع محمد في كل في علم الإشاعة نبدأ نفركسوا على شكون نبال لو نويو دو فيغيتي. فأنا اللي مقلقني هو علاش الإشاعات بالشكل هذا يتم تناقلها بالشكل الكبير هذا، علاش جات في 2011 وقت اللي ظهر مصطلح إعلام العار تم تناقله بشكل كبير في المجتمع التونسي. ما أدعو مع العلم إلى مع العلم ومع تذكير أنه راهو الإعلام مرآة للجمهور اللي شاهد فينا ويسمع فينا الآن، فإذا كان فيه إيجابيات راهي تعكس الجمهور، واذا كان فيه نقائص راهي تعكس الجمهور بكل بساطه. وبالضبط دونك هو جاد من سيره اخرى يعكس المجتمع التونسي وطبيعه المجتمع التونسي والتناقضات الموجوده داخل المجتمع التونسي. انا امراض المجتمع وكل اللي يسميهم دوركيم ليزانومي. بالضبط اللي يسميهم دوركيم ليزانومي. فعمليه المصالحه في اعتقادي بين الاعلام التونسي اللي هو احد اكبر واهم مكاسب الثوره هذه والمجتمع التونسي اللي هو يرجع له بالنظر، هو عمليه فك الارتباط بين السياسي المالي والاعلام. توعتينا صحيح خليل عباس، انت على معار ولا
أنا 223 هو بعد ما ذكرنا الخليل شنو اليوم 224 بعد اللي قلت وانت أنه الإعلام يعكس المجتمع 225 بارومتر عبد اللطيف المك. يعطيك صحة أيمن سكوحي على التثبت في هذا الخبر. موعد أسبوع مش يكون كل نهار ثلاث مع فقرة فيك نيوز، واحدة من الفقرات القديمة الجديدة في برنامج هنا تونس. احنا مازلنا مصطين حتى للماضي ساعتين، ما تغيروش الموجة، راجعين مباشرة بعد موجز الأخبار. يكون معنا محمد عمار القيادي السابق في التيار الديمقراطي، وأيضا موعد مع نقطة ساخنة في علاقة بملف حارق وساخن جدا تكتشف